تحل اليوم الذكرى 106 لميلاد الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ الذي أثرى الحياة الأدبية في مصر والوطن العربي وعبر عن هوية وأصالة البيئة المصرية التي جسدها في ثنايا حروفه وكلماته. الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، أما الموت فهو الحقيقة الراسخة. كلمات عبر خلالها الأديب الراحل نجيب محفوظ عن رؤيته الفلسفية للحياة. يوم عملي اني اصحى الساعة 5 واخرج من بيتنا 6 او 6 ونص، امشي لغاية القهوة، اتصفح الجرائد وارجع. اذا كان عندي كتابة بكتب للظهر، ما فيش كتابة يبقى قراءة. 6 أعوام بعد 100 مرت على ميلاد الأديب الراحل الذي ولد في 11 من ديسمبر عام 1911. وكان لديه 6 من الأشقاء، 4 إخوة وأختين، وكان نجيب أصغرهم سنا. بدأ نجيب دراسته عند دخوله الكتاب. أكمل نجيب تعليمه الابتدائي والثانوي، وبدأ اهتمامه وشغفه يزيدان بالأدب العربي. التحق نجيب محفوظ بجامعة القاهرة عام 1930، وحصل على ليسانس الفلسفة عام 1934. له الكثير من المؤلفات الأدبية والمقالات المختلفة التي تركت مختلف المجالات، ومن أشهر أعماله هي ثلاثية قصر الشوق وبين القصرين والسكرية وأولاد حارتنا، السمان والخريف، الطريق وغيرها من الأعمال الخالدة. وتحولت الكثير من كتاباته إلى السينما والتلفزيون. ألف مبروك يا حبيبي، ربنا أظهر براءتك وأقبض على القاتل. أنت بريء. بريء دلوقتي بس ظهرت براءتي. عدد المجتمع تأخرت عني كتير، غمضت عليها وما فتحتهمش إلا لما بقيت مجرم. حصل نجيب محفوظ على جوائز عديدة، منها جائزة قوت القلوب، وجائزة وزارة المعارف، جائزة مجمع اللغة العربية، جائزة الدولة في الأدب، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1968، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1972، وحصل على جائزة نوبل للآداب عام 1988، وقلادة النيل العظمى عام 1988. ورحل الأديب الكبير نجيب محفوظ عن عالمنا في 30 من أغسطس عام 2006، تاركا إرثا أدبيا عظيما بعظمته، رائعا بروعته، لتظل أعماله بصمة خالدة في تاريخ الأدب العربي. في لحظة من العمر أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت.